بدمين. كان لازم زي ما قلت في الأول إن احنا نبدأ بصلاة، لأنه السفر عامل زي البازل كده، زي الأحجية زي ما الكتاب بيقول، وفي طلاسم وصعوبات كتير جدا محتاجة تتفك. ومهما شرحنا ومهما اتكلمنا بدون عمل واستعلان الروح القدس في حياتنا هيبقى صعب ان احنا نفهمه. وزي ما قلت لكم ناس كتير شتت في تفسيره الى امور بعيده جدا عن الرساله المطلوبه. الاول خلينا نستوعب مكان السفر في الكتاب المقدس بشكل عام. الدارس للكتاب واللي يحب يقرا كتير، وده يمكن يكون واجب نعمله كده الاسبوع ده واحنا بناخد مقدمه عن سفر الرؤيا، انه يعرف التركيبه بتاعت الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بعهديه، إذا كان عهد قديم أو عهد جديد، متقسم بشكل متطابق جداً ويعني عجيب. فنشوف مثلاً الأسفار الأسفار موسى الخمسة اللي فيها التوراة واللي فيها الناموس تتطابق جداً في العهد الجديد مع رسالة الخلاص المباشرة في الأناجيل الأربعة، وكأنه ده ناموس العهد الجديد اللي بيتطابق مع ناموس العهد القديم. يليه على طول الحقبة التاريخية. ففي العهد القديم تلاقوا كمية 12 سفر من أسفار التاريخية اللي بتحكي الفترة من أول الاستقرار في أرض الموعد في سفر يشوع إلى نهاية عصر الملوك، لغاية almost بداية العهد الجديد بالأسفار المكابيين اللي هي من الأسفار القانونية الثانية. دي بنسميها الأسفار التاريخية. لما نروح العهد الجديد نلاقي ده يتطابق مع سفر تاريخي في العهد الجديد وهو أعمال الرسل. أنا ماشي معاكم خطوة بخطوة وعايز أوصل لنقطة أو هدف معين. فإذا كان في ناموس في العهد القديم، ناموس في العهد الجديد، أسفار تاريخية في العهد القديم وأسفار تاريخية في العهد الجديد، وراها تيجي الأسفار اللي بنسميها الأسفار الشعرية أو الأدبية، لها المزامير والجمعة والأمثال ونشيد الأنشاد وأيوب، يتطابق معاها في العهد الجديد الرسائل اللي احنا دقنا واحدة منها وهي رسالة العبرانيين، وأبونا في شو شغال مع رسائل الكاثوليكون اللي هي باقي الرسل الثانية. فدي بنسميها رسائل تعليمية، تلاقي في سفر الأمثال، تلاقي في رسالة بطرس، تلاقي فيها أمور مباشرة جدا بيتكلم فيها، زي ما تقروا مثلا في سفر الجامعة حاجات تخص حياة الإنسان قوي وحاجات تخص يومه بشكل عملي. الفصل الأخير في العهدين، إذا كان العهد القديم أو العهد الجديد، هو ما يسمى بالأسفار النبوية. العهد القديم واضح قوي لأن احنا بنقول بوضوح ده دول أسفار الأنبياء، إذا كان الأنبياء الكبار أو الأنبياء الصغار. الأنبياء الكبار اللي هم أشعياء، أرميا، حزقيال، ودانيال، مراسي أرميا. وعلى الناحية الثانية أسفار الأنبياء الصغار اللي أنا نفسي ربنا يدينا العمر إن إحنا برضو ندرسهم، وهم ممتعين جدا في دراستهم وسهلين، وهم الأنبياء الصغار. لما نروح العهد الجديد نلاقي سفر الرؤيا بيحل محل التطابق ده، لكن إحنا فهمنا عن أسفار النبوية في العهد القديم مأثر عن فهمنا للأسفار النبوية في العهد الجديد أو سفر الرؤيا. ليه؟ ويمكن دي أنا كنت لمحت عليها قبل كده وإحنا بنتكلم على الأنبياء في رسالة العبرانيين. إحنا دايماً بنفهم أي سفر نبوي أو الأسفار النبوية على إن في واحد بيتكلم عن المستقبل، إيه اللي هيحصل، وكأنه قاعد بيقرأ الطالع، يعني هيحصل إيه. لو احنا طبقنا نفس الفكرة دي في سفر الرؤية يضيع الهدف، لأنه الهدف من سفر الرؤية مش ان احنا نقرأ المستقبل، او باختصار مش ان احنا نعرف المسيح جاي امتى، مش ده الهدف تماما خالص. ومش ده الهدف اللي خلى اساسا القديس يوحنا بعد ما نتكلم شوية بعد شوية يكتب سفر الرؤية، وهو ده الفخ اللي معظم الناس بتقع فيه. لو قعدنا ندور في سفر الرؤية على موعد مجيء المسيح ضاع السفر وضاعت فايدته وأصبح بالنسبة لنا مش مفيد روحياً، وهقول أسباب كتير بعد شوية. لكن لو فهمنا النبوة في العهد القديم صح وطبقنا نفس النهج لنبوة العهد الجديد وهو سفر الرؤية، هنقدر نوصل باستفادة روحية اللي احنا فعلاً محتاجينها. هيقدر يبقى السفر ده بيكشف عننا في حياتنا أمور
فعلا احنا محتاجينها، وفعلا تقدر تغير يومنا، تقدر تعرف تغير حياتنا، وتقدر تخلينا نعيش في الكنيسة بالذات الكنيسة الأرثوذكسية. وانا هبقى مش محايد، هبقى فعلا يعني منتمي جدا للكنيسة الأرثوذكسية، واقول انه واحنا بنقرا في سفر الرؤيا هنبقى مذهولين من التطابق ما بين اللي هنشوفه في السماء في سفر الرؤيا ما بين اللي احنا عايشينه على الكنيسة اللي على الارض اللي هي الكنيسة، الكنيسة بتاعتنا بالذات، الكنيسة الأرثوذكسية بالذات. وهنا تاني انا مش هقدر ابقى محايد، لانه فعلا التطابق العجيب ما بين سفر الرؤيا وما بين الكنيسة بطقوسها فعلا يخلي الواحد يبقى مستغرب، ويبقى فعلا حاسس انه الكنيسة دي مش مجرد تأسيس بشر، لكن فعلا اللي أسس السماء وبعت لنا الرسالة بتاع سفر الرؤيا هو اللي أسس السماء على الأرض وادانا وعلمنا ازاي نعيش الحياة الكنسية. تاني هرجع للرسالة، رسالة الأسفار النبوية في العهد القديم انها تقول للناس يا جماعة انتوا ماشيين بشكل في مشاكل، بشكل خاطئ، انتوا محتاجين تتوبوا وإلا هيحصل كذا وكذا وكذا. وهي دي الرسالة اللي موجودة في سفر الرؤيا، انه يتقال لنا باختصار، ودي نقطة من بحر كبير، بس انا بحاول اربطها بفكرة الأسفار النبوية في العهد القديم. في العهد القديم الشعب زاغ، فربنا بعت أنبياء قال لهم توبوا وإلا في دينونة جاية. ده الخط العريض لأسفار الأنبياء في العهد القديم، وده الخط العريض في سفر الرؤيا، إن يتقال لنا إن إحنا لينا مكان في السماء، توبوا وإلا مش هناخد المكان ده. وعن الناحية التانية فأسفار الأنبياء كان دايماً بيتكلم عن بارقة أمل، بيسميها دايماً في أسفار الأنبياء البقية. البقية كلمة دي تتكلم تتكرر كتير جداً في العهد القديم، وفي الأنبياء كتير جداً كلمة البقية، والرجاء في أن في بقية، حتى لو في سبي، حتى لو في عقاب من الله، حتى لو في دينونة، لكن في بقية هتخلص. وهي دي برضو الرسالة اللي هنلاقيها دايماً في سفر الرؤيا، توبوا إن لم تتوبوا ففي دينونة. ومع كل ده كل إنسان هيتوب ويقدم في بقية هتخلص، بقية دي مكانها محفوظ في السماء ومكتوب في سفر الحياة. هو ده باختصار شديد جدا موقع سفر الرؤيا، وهو ده باختصار شديد جدا رسالة سفر الرؤيا. المشكلة الحقيقية إن إحنا ناخد سفر الرؤيا ونطلعه من السياق اللي اتكتب فيه اللي هيتشرح بالتفصيل والهدف منه ونحطه في حتة تانية، هنا بيبتدي الشرود أو البعد عن الرسالة بتاعت سفر الرؤيا. سفر الرؤيا بيتميز برمزية شديدة جدا، ومشكلة الرمزية إنها لو اتخذت من نساق الزمني بتاعها هتفقد برضو معناها. أنا دايما بحب أدي المثال ده لما أتكلم في الرمزية. لو مثلا أي مثل هقول لكم، مثلا لو كلنا نعرف مثلا ماركة المرسيدس العلامة بتاعتها عاملة ازاي، تخيلوا لو واحد من 100 سنة حد رسم له علامة المرسيدس دي من 100 سنة قبل ما يبقى فيه عربيات، قبل ما يبقى فيه مرسيدس، محدش فينا يفهم. كل واحد فينا يقعد يتخيل انها تعني كذا او تعني كذا او تعني كذا. لما يجي سفر الرؤيا ويحط لنا رمز، لو خلصنا لو شلناه من سياق الرمز في الوقت بتاعه اللي هو من 1900 سنة في حياة الكنيسة الاولى، برضو مش هنفهم، برضو مش هنستوعب. عشان كده بيبقى مهم جدا واحنا بنتكلم في رمزيات سفر الرؤيا ان احنا دايما نرجع للمعنى بتاع الزمن ده ايه، الرمزية، ونفسرها بشكل روحي يناسب يومنا النهاردة. ودي نقطة برضو مهمة جدا لازم نركز فيها واحنا بنتكلم في سفر الرؤيا. انا بس حبيت اشوقكم بالكلمتين دول عشان نقدر نستوعب اهمية التعامل مع الرمزية، وان احنا نفهم الرسالة الاساسية من سفر الرؤيا. سفر الرؤيا واحد من ضمن الاسفار اللي الكنيسة الارثوذكسية بتعتز بيه جدا، لدرجة انها تفرد يوم لأهم ليلة تقريبا في حياة الكنيسة، وهي ليلة أبو غلامسيس، وهي ليلة المسيح فيها في القبر، واللي الكنيسة سهرانة مستنية القيامة، سمت هذه الليلة بأبو غلامسيس. وأبو غلامسيس معناها بالإنجليش أبو كاليبس، أو معناها الاستعلان، أو معناها الرؤية، وهو ده اسم السفر.
وعشان كده الاسم في اللغة الإنجليزية اللغة اليونانية قريب من المعنى. كلمة أبوكاليبس أو كلمة ريفليشن أو كلمة رؤية معناها استعلان. الأصل في الكلمة إن الواحد يغطي المستور. تخيلوا كده مثلا حد حاطط حاجة في إناء وبعدين يشيل الغطاء عشان يعرف إيه اللي جوه الإناء ده. هو ده بالضبط سفر الرؤية، استعلان المستخبي. وده احنا هنقراه في أول كم آية لما ربنا يكون بيكلم يوحنا ويقول له كده، بيقول له إنه إن الرسالة ده إنه يري، لأن الله إن يسوع المسيح يري عبيده ما لابد أن يكون. فهو إعلان يسوع المسيح ليري عبيده ما لابد أن يكون. وهو ده عشان كده الكنيسة سمته سفر الرؤية، لأن هو سفر الإعلان. فأول حاجة تفتح عينينا عن مضمون هذا السفر إن إحنا نعرف اسمه. اسمه سفر الإعلان، سفر كشف المستخبي، سفر إن الواحد عينه تتفتح فيعرف ربنا عايز منه إيه. نكررنا كتير جداً فكرة فتحة العينين في القداس، وزي ما قلت لكم قبل كده كتير الحادثة بتاعت المزيع عمواس، أول ما المسيح كسر الخبز عينيهم اتفتحت. عشان كده وإحنا بنتكلم في سفر الاستعلان ده في سفر الرؤية هنشاور كتير على الكنيسة. ليه؟ عشان نقول أصل الاستعلان ده مش بشطارتنا، مش أنا عاود أقول لكم كلمتين وأنتوا تقعدوا تسمعوا وبعدين تقروا فتفسروا فنفهم. لا مش هنفهم بالشكل ده. عشان نفهم فعلا كلمة الله وبالذات هذا السفر لازم يحصل استعلان، لازم ربنا هو اللي يشيل المستغطي ده ونبتدي نفهم هذا السفر بالمعنى الروحي زي ما قلت لكم الأساسي. الأسفار النبوية إذا كان في العهد القديم أو الأسفار سفر الرؤية في العهد الجديد ليها خصائص معينة لازم برضو نبتدي نفهمها مع بعض. أنا عارف إن المرة دي هتبقى شوية ناشفة لأن إحنا مش بنقرأ آيات، وإنت عارفين قد إيه الآيات بتبقى مشبعة ومفرحة، بنتكلم على خطوط عريضة، بس أنا أعتقد إن ده هيفيدنا جداً، هيسهل علينا مهمتنا بعد كده لما نقرأ السفر مع بعض. في خصائص معينة للأسفار اللي هي بيسموها الأسفار النبوية دي أو الأسفار الاستعلانية اللي هي أبوكاليبسس أو اللي هي الأسفار الاستعلانية دي. أول خاصية أنا هقول بس يعني ثلاثة مثلاً أو أربعة، هي ليه خصائص كتير بس أنا هقول حاجات معينة عشان تفيدنا في شرحنا بعد كده. الخاصية الأولانية إنه دايماً تلاقي السفر بيتكلم على مجموعتين من البشر من غير الحتة الرمادي اللي في النص دي كتير جداً، وطول السفر هنلاقي دايماً الكتاب بيتكلم على الأبرار والأشرار، عن الناس اللي هيخشوا السماء والناس اللي مش هيخشوا السماء، الناس اللي بيتبعوا الخروف ويمشوا في سكته والناس تانيين اللي بيدوه ظهرهم وبيسجدوا للوحش بقى وسمة الوحش والكلام. فالصفة الأولانية إن إحنا ما نلاقيش منطقة رمادية كده زي ما إحنا بنشوف في حياتنا كتير، وده السؤال دايماً الواحد بيقابله في حياته. أنا شخصياً شغلني سنين طويلة ولازلت بتسئل السؤال ده، أبونا إحنا ما بنشوفش الاستقطاب ده، ما بنشوفش في حياتنا ناس قدسين قوي وناس أشرار قوي، إحنا حاسين إن الحياة كلها رمادية، ناس كويسة بس بتعمل خطايا وناس وحشة بس عندهم حاجة كويسة جواهم، يعني مش وحشين قوي ولا حاجة. وده السفر هيركز عليه كتير. أنا الخصائص دي مش هفسرها دلوقتي لأنها هي السمة بتاعت السفر كله، بس أول سمة من سمات هذا السفر هو زي ما قلت لكم الوضوح، بيسموه world view، إزاي إحنا نشوف العالم، إزاي نتعامل مع العالم، إزاي نقدر نعمل التمييز ده بوضوح بس من غير ما نفصل نفسنا عن العالم، إزاي نكون عايشين في العالم بس العالم ما بيعيش فينا، إزاي نبقى بنعاني في حياتنا بسبب مبادئنا وبسبب مبادئنا الروحية وبسبب مسيحيتنا بس في نفس الوقت نحب هذا العالم، إزاي نعيش فيه ونشتغل ونكسب ونعمل علاقات بس من غير ما يخش العالم ده جوانا ويضيع خلاصنا بسبب ان احنا نتأثر فيه. دي الخاصية الأولانية من خصائص سفر الرؤية، ازاي احنا بنشوف العالم وازاي نتعامل معاه وازاي دايما لازم يكون في خط فاصل ما بين مبادئ هذا العالم لانه مصيره مختلف عن مصير أولاد الله والناس اللي ماشيين في سكة ربنا. دي الخاصية الأولانية. الخاصية الثانية زي ما قلت لكم بما انه سفر استعلاني فمش هينفع نفهمه لوحدنا، مش هينفع
ومع ان يعني رب المجد بعت هذه الرؤيه لواحد من اعظم، ما كانش هو اعظم شخصيات العهد الجديد، وهو القديس يوحنا اللي واحنا بنتكلم عن الراسل بعد شويه او الكاتب هنتكلم عنه شويه، بس باختصار هو اقرب شخصيه لقلب المسيح. كلنا عارفين ازاي كان بيتكئ على صدره، كلنا عارفين ازاي هو الوحيد اللي لازمه في كل لحظات الصلب، كلنا عارفين ان هو الوحيد اللي استأمنه رب المجد على الست العذراء وقال له هذه امك، وقال للست العذراء هذا ابنك. ومع ذلك ومع عظمه القديس يوحنا في هذا الوقت في الكنيسه، الا انه يقول في الاخر انه ارسل ملاكه لعبده يوحنا. فتاني صفه من صفات هذا السفر انك هتلاقي دايما القديس يوحنا الرائي اللي بيشوف الرؤيا مع حد بيوجهه، بيقول له تعالى بص دي معناها كذا، بص اوعى تعمل كذا، بص خلي بالك ده صح وخلي بالك ده غلط. هنلاقي تدخلات كتير، ملاك بيخش دايما في خط الرؤيا ويوجه الهدف من الرؤيا. وده تاني يثبت الفكره اللي كنت بقولها من شويه، احنا بشطارتنا مش هنفهم. اذا كان القديس يوحنا نفسه اللي شاف الرؤيا ما قدرش يستوعب كل حاجه بنفسه، وربنا بعت له ملاك عشان يرشده، فمما لا شك فيه ان احنا عايزين هذا الاستعلان. وده اللي عمله رب المجد لما بطرس قال له انت هو المسيح، قال له ايه؟ قال له طباق لان لحما ودما لم يعلن لك ولكن ابي الذي في السماوات. فكلنا محتاجين دايما نتضع جدا وننزل خالص للارض ونقول يا رب افتح عينينا عشان نعرفك. احنا محتاجين الارشاد ده بتاع السمائيين، وزي ما قلنا في سفر العبرانيين انه الملائكه دول ايه؟ ارواح خادمه مرسله للخدمه لاجل العتيدين ان يرثوا خلاص. وهو ده يبان جدا دور السماء، دور السماء في خلاصنا ازاي، زي ما كان ليها دور في استعلان الرؤيه للقديس يوحنا، انها كمان يبقى لها رؤيه في دور في حياتنا، ان احنا نشوف هذه الرؤيه وتبقى ليها تاثير في حياتنا عشان نرث في الاخر المكان ده في السماء. دي تاني خاصيه حبيت اوضحها لكم لانها هتفرق في سياق الشرح واحنا بنتكلم. ثالث حاجه ودي اشهر حاجه عن سفر الرؤيا هي الرمزيه المستمر. الرمزيه المستمر مشكله كبيره جدا ان احنا ناخد اي حاجه في هذا السفر ونطبقها بشكل حرفي. زي ما قلت لكم من شويه مش الغرض، مش الغرض. ولما نقرا شويه، لما اقول لكم شويه تاريخ بعد شويه بعد ما اخلص النقطه دي، لازم اديكم خلفيه تاريخيه عشان نفهم السفر اتكتب ليه. هنفهم انه الرمزيه مهم جدا انها تبقى وسيله تفسيرنا لهذا السفر، يا اما هنقع في كوارث زي ما بعض الناس وقعت. واحد من الكوارث دي مثلا فكره الملك الالفي. لما نقرا بعد شويه وربنا يدينا العمر ونبتدي نشرح، هنبقى بنتكلم على 1000 سنه بتعيش فيها الكنيسه مع الراعي الصالح بتاعها. جت الكنيسه البروتستانتيه قالت بصوا في حاجه اسمها الملك الالفي، ده قبل المجيء الثاني هيجي المسيح ويعيش مع كنيسته، وقعدوا بقى يدوروا على صدى لهذه الفكره في العهد القديم. فلقوا ايات في سفر اشعياء بتتكلم عن الرجوع من السبي وازاي الحياه هتبقى كلها ما فيهاش شر، وازاي انه يرعى الاسد مع الذئب مش عارف ايه. فقالوا ده حرفي، في حاجه اسمها الملك الالفي. وضاعت فكره انه المسيح يجي مره واحده بس عشان يخلصنا في الاول، ومره تانية عشان يدين المسكونه. ده كلام واضح في الكتاب. لما اتخذت الرمزيه بتاعت سفر الرؤيا واتطبقت بشكل حرفي، كانت النتيجه ايه؟ عقيده ضلت الكنيسه وابعدتها عن انتظارها الحقيقي للعريس اللي جاي يدخلها ويفتحها، يفتح لها باب السماء. واحد من ضمن الامثال الثانيه موضوع ال 666 او اللي هي ال 666، وده الحقيقه يعني موضوع لازم كل شويه نلاقي حد بيتكلم عليه، ولازم كل شويه يبتدي حد يتكلم معاه بشكل حرفي. وسمه الوحش وازاي يبقى مكتوب وست ست ست مش عارف ازاي وفي دراعه اليمين، وتبتدي بالذات المجتمعات الغربيه تمشي في سكه الوحش وسكه الرقم بانه بشكل حرفي وان ده هيحصل فعلا. السفر ما قالش كده. والسفر لما كان بيتكلم تاني لما نشرح هنفهم انه كل السفر ماشي في سياق رمزي، ما ينفعش اخد حاجه واتعامل معاها على انها حرفيه. والحقيقه انه مش سفر الرؤيا هو اللي حتى ابتدى الفكره دي، يعني فكره الرمزيه والامثال. السيد المسيح قال كتير جدا امثال في الاناجيل الاربعه، ما فيش انجيل ما فيهوش مثل، حتى انجيل يوحنا اللي هو ما فيهوش امثال كتير هتلاقوا فيه واحد يمكن او اتنين. فاذا الفكره المثل ان حد يقول رساله وتتفهم بشكل رمزي عشان توصل رساله، ده السياق اللي ماشي فيه
سفر الرؤيا كله، وده السياق اللي احنا لازم نفهم فيه سفر الرؤيا، يا اما تاني هيضل عننا الهدف ونبتدي فيه بسكه تانيه. وزي ما قلت لكم عايزين نفهم هذه الامثال بشكل كويس لازم نرجع لذهن الكاتب وذهن الروح في الوقت ده. وهديكم مثل تاني، هديكم مثل تاني، لانه واحنا بنفتح السفر مثلا هنشوف العرش بتاع السماء، وهنشوف القديس يوحنا يبتدي يقول ده شكله عامل كذا، يقول مثلا مش عارف تسربل بثوب الى الرجلين، ومش عارف شعره ابيض كالصوف، ابيض كالصوف، وعينه كلهيب النار. فاللي فينا يقرا يحس انه دي حاجات حرفيه، ده عينه نار، طب شعره تلج، طب ايه ده، يعني نفهمها بالشكل الرمزي ده ولا ده حرف ولا نعمل ايه؟ هرجع لنفس الفكره هقول لكم مثلا برضو ممكن يكون مضحك شويه. لو فرضنا ان القديس يوحنا مثلا كان بيشوف مثلا وهو من ضمن الرساله بيتكلم مثلا عن المخلوقات الاربعه اللي حامله العرش، بيتكلم على وصف ليها، كتير من العباء بيقولوا ان مش بالضروره يكون ده بالظبط اللي شافه القديس يوحنا. القديس يوحنا كان بيحاول يوصف اللي شايفه، لدرجه ان حد من العباء قال حاجه ظريفه جدا، قال هو القديس يوحنا لو شاف طياره مثلا وابتدى يوصفها هيوصفها ازاي؟ هيقول فيها مطور كذا، ما كانش فيه مطور في الوقت ده. لكن لو ابتدى يشرحها مثلا حسقيال وصف قال ان فيه بقره وفي عجل، ممكن تكون اللي شاف قديس يوحنا مش بالظبط هو ده، لكن هو قديس يوحنا كان بيحاول يوصف. انا هنا عايز اوصل رساله معينه، انه الوصف اللي ذكره قديس يوحنا والاستعلان كان ورا اللي هو شافه، كان عايز يوصل للي ورا اللي هو شافه لحاجه تخصنا احنا النهارده، لان كلمه الله روح وحياه، كلام الذي اكلمكم به روح وحياه، ما ينفعش تخص زمن معين، ما ينفعش تخش وقت معين، لازم تبقى دايما تخص كل العصور. عشان كده زي ما بقول لكم مهم جدا ان احنا نستوعب انه اللغه اللي استخدمها القديس يوحنا في هذا السفر هي لغه بتوصف بالفاظ وبمعاني القديس يوحنا يقدر يوصف بيها للناس اللي كانوا عايشين، واحنا النهارده بنحاول نفهمها لازم نفهمها بالعقليه دي، ونحاول نصيغها بالفهم اللي احنا نقدر يناسب يومنا النهارده ويناسب اللي احنا محاطين بيه النهارده. دي مقدمه بسيطه جدا عن السفر نفسه والخصائص الاساسيه لسفر الرؤيا. بعده نبتدي نتكلم شويه عن اولا الكاتب. الكاتب باجماع معظم الاباء هو قديس يوحنا اللاهوتي، واحد من ال 12 تلميذ، واحد من اوائل التلاميذ اللي تابعوا السيد المسيح، واقرب شخصيه لازمه رب المجد تقريبا في كل الحوادث بتاعه السيد المسيح. نشوفه هو في اقامه ابن تايرس، بنشوفه هو على جبل التجلي، نشوفه في كل الحاجات القريبه جدا في الدايره، لغايه ما نشوفه في بستان جسيماني ونشوفه عند الصليب، هو الوحيد اللي بقى عن الصليب. نشوفه في مشهد القيامة وهو بطرس بيجري، وطبعا يوحنا سبق، وبعدين نشوفه في الكنيسة الأولى على إنه واحد من الرسل اللي ابتدوا البشار. بعض الناس حاولوا تقول لا ده في يوحنا تاني، لا ده مش يوحنا الرسولي، لكن حقيقة الدراسات الحديثة كمان جدا حديثة جدا في دراسة اللغة والألفاظ بتأكد إنه فعلا اللي كاتب السفر ده هو القديس يوحنا. طبعا التقليد الكنسي بشكل عام بيؤكد كده، لكن جنب كده الدراسات اللغويه كمان تلاقي ان في الفاظ كتير جدا متكرره ما بين انجيل يوحنا ما بين سفر الرؤيا. فكره الحمل مثلا، فكره الحمل كلفظ يعبر عن شخص رب المجد يسوع متكرر جدا في انجيل يوحنا وفي سفر الرؤيا. استخدام كلمه الشهاده كتير، دي خاصيه من ضمن خصائص انجيل يوحنا. انجيل يوحنا كتير جدا بيتكلم على شهادة الآب في المعمودية للابن، شهادة موسى من التوراة للمسيح، شهادة الناموس، شهادة يوحنا المعمدان، شهادة أعمال المسيح نفسه لي، وهكذا. فتكرار هذه الألفاظ كتير بيؤكد لنا تقليد الكنيسة الأولى من أنه قديس يوحنا فعلا
اللاهوتي واحد من ال 12 تلميذ هم اللي هو اللي كتب هذا السفر. السفر عبارة عن رسالة. السفر مكتوب بالذات في بدايته وفي نهايته كأنه رسالة، فنحس أنه شبه الرسائل شوية. يبتدي مثلا بيقول، هقرا لكم أول حاجة أنه في عدد 4 من الإصحاح الأولاني، يبتدي كده ويقول إيه؟ يقول يوحنا إلى 7 كنائس التي في آسيا. عارف كأنه واحد بيكتب جواب، أنا فلان الفلاني بكتب لفلان الفلاني. ودي كانت الصيغة بتاعت زمان، يمكن احنا للاسف دلوقتي بنستخدم صيغه انا شايف انها مش احسن حاجه. صيغه الكتاب حتى بشكل الرساله هي الافضل، ان انا لما اكتب حد رساله اقول له انا مين وبعت لمين. دلوقتي للاسف احنا بنكتب رساله في الاخر نندي مين. انا يهمني وانا لسه ببتدي رساله اعرف مين الراسل، مش كده؟ عشان كده تلاقي بولس الرسول يبدا يقول بولس عبد يسوع المسيح الى كنيسه اللي في رومي، وده نفس المنهج اللي اتبعه القديس يوحنا هنا. يقول يوحنا الى 7 كنائس التي في اسيا، الراسل والمرسل إليه. فالراسل زي ما قلنا هو القديس يوحنا، المرسل إليه هما السبع كنائس اللي في آسيا. وآسيا هنا مش مقصود بيها آسيا اللي احنا نفهمها النهاردة اللي هي اليابان والصين والحتة دي، لا. يقول آسيا هنا هي آسيا الصغرى، سموها إيجيا ماينور، أو الكنائس اللي في آسيا الصغرى. فين آسيا الصغرى دي؟ يعني للأسف مش معايا خريطة، بس يعني ممكن تدور عليها بعد الدراسة وتدوروا على مكان آسيا الصغرى. يعني أكتر هي مكان تركيا النهاردة، عشان كده حتى كتير من أسامي المدن اللي احنا هنجيب ذكرها والكنائس دي موجودة النهاردة جغرافيا في تركيا. هل المكان هو هل اتغير شوية؟ وارد يعني تاريخيا، لكن احنا بنتكلم تقريبا على منطقة حوالين تركيا وشوية ممكن تكون في سوريا، لكن هي أكتر المين هو منطقة تركيا. دي كنائس 7 كتب إليها القديس يوحنا سفر الرؤيا. الكنائس دي جغرافياً تلاقيهم متنطورة كده في المنطقة دي، كلها كنائس بعضها تأسست في الكنيسة الأولى، بعدها تأسس بعدها ب20-30 سنة. كتب خاص بالذكر 7 كنائس، هنقول أسميهم إن شاء الله يمكن مرة جاية أو بعدها، لأنه كتب زي ما قلت 7 رسائل ل7 كنائس. طبعا بالضبط زي ما كنا بنفسر رساله معلمنا بولس للعبرانيين، ما بصيناش للرساله على ان بولس بيكتب للعبرانيين واحنا من بره، لا. زي ما قلت لكم الكلمه هي ايه؟ روح وحياه. بصينا الرساله انها رساله في الكتاب موجهه الى كنائس التي في اسيا الصغرى اللي بتخص حياتنا احنا، لانه واحنا بندرس مثلا الرسائل الموجهه للسبعه هنلاقينا احنا فيها، هتلاقوا كل واحد فينا في حته من هذه الكنائس 7. فمهم جدا ان احنا ما ندرسش السفر بشكل تاريخي او انه كانه بنتكلم على انه بيخص حد تاني. هيبقى مفيد ان احنا نوصف مثلا الاسقف او الملاك بتاع الكنيسه الفلانيه انه كان في طبع الفلاني فيوحنا الرسول يحاول يصلح هذا الطبع، لكن ما نفصلش نفسنا عن هذه الكنائس، لان الحقيقه احنا في هذه الكنائس والرسائل دي فعلا تخصنا احنا. التاريخ الزمني لكتابة هذا السفر الآباء كلهم أجمعوا أنه تقريباً في العقد الأخير من القرن الأول، يعني تقريباً من 90-100، وإذا كان معظمهم بيربطوه بعصر إمبراطور اسمه دوميتيان اللي هو تقريباً حوالين 95 ميلادية. ده تقريباً التاريخ الزمني للسفر. بعض الناس بتقول أنه آخر سفر اتكتب، بعض الناس بيقولوا لأ أنه في حاجات رسائل مثلاً يوحنا كتبت بعده. يعني صعب جدا ان احنا نحدد بالظبط، لكن ناس كتير بتقول ان دي تقريبا اخر الكتب اللي كتبت. هو مما لا شك فيه ان لازم واحد من كتابات القديس يوحنا يكون هو اخر كتابات، لان هو اخر رسل اللي عاشوا في الوقت ده اللي كتب فيه. كان هو الرسول الوحيد من ال 12 تلميذ 12 رسول اللي كانوا لسه عايشين. كان وصل لدرجه انه تقريبا تقدروا تسموه بلغه اليومين دول بطرك للمسكونة كلها أو بابا للمسكونة كلها. كانش فيه طبعا لسه مبدأ البطرك، أو كان فيه ما كانش فيه اللفظ بتاع البابا، دي حاجة جت بعد كده، لكن مفهوم إنه هو كان يعني تقريبا الشخصية الأهم في الكنيسة في الوقت ده. طبعا أكيد لأنه الشخصية الوحيدة اللي
فضلت من رسله لانه كان اقرب كمان الناس لقلب رب المجد، وكلنا عارفين ازاي هو كان بيتكي على صدره، وتقدر تقولوا كده الكنيسه دايما توصفه بانه نسر، لانه بيحلق دايما فوق والرسائل بتاعته عميقه جدا. وده اللي احنا بنحاول نعمله، ان احنا نفك شفرات واحده من الرسائل العميقه جدا للقديس يوحنا وهو سفر الرؤيا. طبعا ما يقلش عنه ابدا انجيل يوحنا اللي على مستوى لاهوتي عالي جدا، لكن السفر ده اذا كان انجيل يوحنا بيتكلم عن لاهوت المسيح وخلاصه، فسفر الرؤيا بيتكلم عن السماء اللي احنا هنرسها لما نثبت في هذا الخلاص. الهدف الاساسي، وهنا بقى نبتدي في الجد شويه، الهدف الاساسي من الرساله دي للكنائس دي انه الكنيسه كانت بتمر تاريخيا بمرحله صعبه جدا. هشبهها باللي كنا بندرسه بقالنا شهور في سفر العبرانيين، وقلنا قد ايه انه الفئه بتاعه العبرانيين الكنيسه اللي تحولت من او المسيحيين اللي تحولوا من اليهوديه ودخلوا الايمان المسيحي، مروا بايام صعبه جدا، مروا باضطهادات صعبه جدا، مروا باحساس صعب جدا ان هم مرذولين من الهيكل، مرذولين من الجو اليهودي، وده اللي خلى بولس الرسول قلبه يكلوا عليهم ويشجعهم ان هم يثبتوا في الايمان. تقريبا بتشوف وضعيه مشابهه بس بتخص تقريبا الكنيسه كلها، وخاص بالذكر القديس يوحنا الكنائس السبعه اللي انا بقول لكم عليها دول. مرحله من ضمن المراحل او الكنيسه بتسميها حلقات الاضطهاد اللي مرت بيها الكنيسه الاولى. احنا تقريبا زي ما قلت لكم بنتكلم على نهايه القرن الاول، تقريبا ممكن يكون بنتكلم على 95 ميلاديا، واحنا بنتكلم على امبراطور اسمه امبراطور دوميتيان. الامبراطور ده يعتبر من اول الامبراطور اباطره اللي اتخذوا منهج اضطهادي ممنهج. يعني ايه ممنهج؟ يعني في اضطهاد رسمي للمسيحيين. قبل كده كنا نشوف اضطهاد متفرق من اليهود او من الرومان، ونشوف مثلا في مرحله نيرون وهو تقريبا يمكن ستينات او يعني حاجه كده، كان اضطهاد عنيف، لكن كان اضطهاد مركز في روما بس، في وقت معين بس، ما قالش بوضوح انا بضطهد المسيحيين عشان هم مسيحيين، لكن اتهمهم اتهامات تانية ان هم كانوا سبب في حريق روما او غيره، مش عايز اخص في الحاجات دي، لكن في فرق كبير. في ايام نيرون الاضطهاد كان زي ما قلت لكم مركز مكان واحد لفئه معينه، ما قالش بوضوح ان انا بضطهدهم عشان مسيحيين. لكن من اول دوميتيان في التسعينات من القرن الاول ابتدى يبقى فيه اضطهاد ممنهج للكنيسه. وهنا السؤال هيستفز كل واحد فينا، ليه عملوا له ايه المسيحيين؟ ليه الاضطهاد اللي ابتدى من المرحله دي من التسعينات لغايه نهايه عصر ديوكلتيانوس 311-313 ميلاديا، ويبتدي الملك قسطنطين وينتهي الاضطهاد؟ ليه الكنيسة تمر تقريبا من 220-230 سنة من أعنف ما يمكن من دوائر الاضطهاد؟ كلنا نسمع قصص قديسين وعصور من الصعوبات شديدة جدا. دي كانت أول تقريبا حلقة من حلقاتها. الكنيسة التاريخيين يقسموا حلقات الاضطهاد العشرة، يسموها حلقات الاضطهاد العشرة. دوميتيان واحد من أعنف هو ودوكلتيانوس لهذا الاضطهاد. ليه؟ والسؤال الأعجب من كده، طب ليه ما كانوش بيضطهدوا اليهود؟ إذا كان إحنا بنتكلم إن في اضطهاد لناس بتعبد الإله الواحد، طب ما هم اليهود كانوا بيعبدوا إله واحد. ليه خص بالذكر قوي المسيحيين وشالوا هذا العبء الصعب من الاضطهاد؟ حقيقة إنه التاريخيين والمؤرخين حاولوا كتير يفسروا هذا. أنا حاول أقول لكم بعض الأسباب بالذات وأنا بفرق ما بين المسيحيين واليهود، لأنه إحنا طول عمرنا بنعرف إنه الرومان بيعبدوا آلهة كتير جدا، وعبادة الأوثان في حياتهم كان شيء طبيعي، كانوش بيحسوها حاجة غريبة، الآلهة كتير. لكن الحقيقة عدم عبادة الأوثان بالذات من المسيحيين ما كانش هو السبب الأول. السبب اللي بدأ هذا الاضطهاد العنيف هو إنه الرومان كان عندهم او ابتدى يبقى عندهم في المئة سنه الاخيره دي قبل المرحله دي فكره ان هم يعبدوا الامبراطور بتاعهم. دي ابتدت من اول نهايه القرن الاول قبل الميلاد مع اغسطس قيصر ويوليوس قيصر، دول اول ناس ابتدوا فكره انه الامبراطور ده اله ويتعبد. الفكره كانت موجوده عند المصريين من زمان، لكن عند الرومان ان احنا ننحني للامبراطور
نقدم بخور ونسميه يا سيدي يا إلهي للإمبراطور، دي كانت حاجة الرومان ما كانش عندهم مشكلة معاه كواحد زي ما قلت لكم من أوثان كتيرة جدا. ابتدى رومان يشعروا انه كون المسيحيين رافضين يعملوا ده فده معناه خيانة عظمى للإمبراطورية. ليه؟ الرومان كانوا شايفين انه تقديم العبادة للإمبراطور عامل زي تحية العلم، مش شايفين بالفكر قوي ان هما مفيش مشكلة ان احنا نعتبره إله، وانه عبود ان اعتباره إله زيه بالضبط زي الانتماء للإمبراطورية الرومانية، زي واحد بيحيي العلم دلوقتي ومفيش اي مانع في فكرهم المتعدد الآلهة كان وجود الإمبراطور واحد من ضمن المشكلة يعني. لكن الكنيسة رفضت ده، المسيحيين رفضوا ان هم يقدموا عبادة لا للإمبراطور ولا بعد كده لما طلب ان يتقدم عبادة لأي حد تاني. لكن كان خلاص ابتدى يتخذ الفكرة انه المسيحيين دول خاينين الإمبراطورية الرومانية، بقوا محل شك بسبب عدم ولائهم، بسبب عدم عبادتهم لملك تاني. ابتدى المسيحيين يجاهروا بأنهم يعبدوا ملك واحد هو الله، هو ربهم يسوع المسيح. ابتدى الرومان يشعروا انه ايه ده، دول خاينين. ابتدى بقى يتحط يتلزق لهم تهم كتير جدا، من ضمنها مثلا ان هم اكل لحوم بشر، دول بيقدموا جسد ودم في اماكن العباده بتاعتهم. طبعا محدش كلف خاطره ان هو يخش ويشوف ويعرف ايه الجسد والدم دول. ابتدت تطلع عليهم حاجات كتير ان هم بيشتغلوا في السحر وغيره، فابتدوا يبقوا فئه منبوذه في المجتمع. وده اللي دفع واحد مثلا زي القديس مشهور جدا اسمه جاستين مارتر او الشهيد جاستين ان يكتب اول صيغه دفاعيات ويتكلم فيها عن انه احنا مش بنعبد اوثان، احنا مش بناكل لحوم بشريه، ان احنا مش بنمشي في السحر او غيره. هيجي هنا السؤال، طيب اوكي مفهوم اهو اضطهاد، طب ليه مش اليهود؟ ما اليهود بيعبدوا اله واحد، ما اليهود برضو مش بيسجدوا الأوثان ولا بيقدموا العبادة للإمبراطور. هقول لكم ان التفسير اللي المؤرخين بيحاولوا يلاقوه في الحتة دي في فكرة انه اليهود ديانة قديمة قوي معروفة ومتأصلة في المجتمع، معروف اتجاهاتها، ومش بس هم معروفين ان هم بيعبدوا اله واحد، لا ده كمان كانوا ليهم علاقة قديمة بالأباطرة ودايما كانوا بيصلوا كمان للأباطرة. من هنا جت فكرة انه كمان اليهودية ديانة محدودة، ما اقصدش محدودة جغرافيا، لكن اقصد ان ما بتدعوش للتبشير. لكن المسيحية في الوقت ده كانت ابتدت تنتشر، ابتدت الناس تشعر الله ده في واحد جاري بقى مسيحي، الله ده في واحد ما عرفش ايه. ابتدت الناس كمان، اليهود معروفين شكلهم ولبسهم وحركتهم واحدة، لكن ابتدوا يحسوا المسيحيين مختلطين في المجتمع، ابتدوا يشعروا بالقلق، وابتدى تيجي فكرة زي ما قلت لكم عدم عبادة الأباطرة دي انها تبقى سبب لنبذ المسيحيين. وهنا ابتدى اضطهاد ممنهج في اواخر القرن الاول للمسيحيين بكل انواع والصور ممكن تتخيلوها، حرق، رمي للوحوش، وكانوا زي ما انتم بتشوفوا احيانا في الافلام مسارح كبيرة جدا فيها مئات والاف يفرجوا على المسيحيين وهم بيترموا للاسود وللنمور، حرقهم يعني كتير، يرسموا مسيحيين على أعمدة نار وبيولعوا بيهم الحدائق وغيره، طبعا بحد السيف، قتل، والتاريخ بيذكر كتير من ألافات من الشهداء مش بس في مصر لكن في كنائس كتير جدا وفي العالم المسيحي في الوقت ده، اضطهاد ممنهج زي ما قلت له. من هنا ابتدى القديس يوحنا يشعر، لأنه واحد من ضمن اللي تضرروا من هذا الاضطهاد أنه تنفى في جزيرة في نفس المنطقة في آسيا الصغرى، أنه ابتدى يشعر القديس يوحنا أن الكنيسة في خطر وأن الناس في حالة ضعف، وأن تحت وطأة هذا الاضطهاد العنيف الناس ابتدت تشعر أنه فين ربنا، ابتدت تشعر أنه فين اللي توعدنا بيه من مجد ومن سماء ومن غيره. فابتدت الرسالة بتاعت القديس يوحنا، يا جماعة احنا ما توعدناش بمجد في هذه الارض، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. الباب ضيق، طريق كرب، لكن مؤدي الى ايه؟ للسماء. يقوم تيجي الرسالة ان احنا نفتح ابواب السماء ونرفع اعين الناس للسماء. وهنا يجي السر وراء كتابة هذا السفر، مش انه يكتب لنا
زي عارفين الحاجات السحرية كده ومعادلات رياضية عشان نعرف السماء جاية امتى. مش الغرض، الغرض انه يقول مهما ضاقت وصعبت وكان في اضطهاد على مستوى ممنهج في الدولة او على مستوى روحي، ان انا اشعر نفسي منبوذ بمبادئي وبحياتي الروحية وباهتماماتي وبمحبتي في الوقت ان العالم بيكرهني، من اخلاقي في الوقت ان العالم كله منحل، من التزامي في علاقة قوية مع ربنا في الوقت اللي العالم كله بيلحد وبيرفض ربنا، تبتدي السماء تتفتح عشان تورينا سر النصرة وسر الغلبة اللي احنا لما نغلبها هيبقى لنا نصيب في مكان تاني. فالسبب الأول اللي هتخلينا ندرس هذا السفر، هقول لكم بعض الأسباب عشان أختم بيها النهاردة، عشان المرة الجاية بنعمة ربنا نبتدي السفر نفسه. ليه بندرس سفر الرؤيا؟ نبتدي من حيث ما انتهينا. السبب الأول إنه بيبين سر الغلبة للمسيح ولكنيسته لكل اللي بيتبعوه على العالم، على إبليس، وعلى حتى ذات الإنسان أحيانا، إنها تبين الإنسان إن أولويات إيه. في صعوبة، بس سر الغلبة بتاعك النهاردة في المسيح يقدر يديك في منطقة تانية خالص. إنه الهدف التاني من الدراسة إن مهما كان في اضطهاد، مهما كان في صعوبة، زي ما قلنا كده وإحنا بنتكلم عن الإيمان في العبرانيين، إن إحنا مش هنشوف ما يرى ولكن إيه؟ ما لا يرى. ومن هنا جت فكرة استعلان هذه السماء لينا، حتى وإذا كان من بنشوفها بعينينا لكن بعين روحية نقدر نشوف هذه الغلبة تودينا من الصعوبات دي لمنطقة تانية. السبب الثالث ليه ندرس سفر الرؤية؟ إنه بيبين لنا الخط الفاصل زي ما قلت لكم بين الخير والشر، بين حياة الإنسان اللي بقى مليانة منطقة رمادية لأنها تحط خطوط واضحة، اللي يخليني في المعسكر ده أو في المعسكر ده. لأن رب المجد قال بوضوح، ما قالش إن الناس هتبقى كده قدامي، قال لا، هيبقى في ناس عن يميني وناس عن يساري. إذن في تمييز واضح جدا لمجموعتين من البشر، مش هيبقى في منطقة في النص، هيبقى في ناس يا إما معاه في السماء يا إما مش معاه في السماء. السفر ده بيبين لنا هذه الملامح، ملامح المعسكرين باختصار. برضو الأسباب المهمة اللي تخلينا ندرس ده بصراحة إنه سفر غامض زي ما قلت لكم، وإنه تفسيرات كتير بتشت عن الهدف الأسمى والأهم لهذا السفر. وآخر حاجة أحب أقولها لكم في ليه بندرس هذا السفر، هو إنه قراية ودراسة هذا السفر في بركة خاصة اتكتبت في هذا السفر. في عدد 3 في الإصحاح الأولاني يقول طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها لأن الوقت قريب. الآية دي تحط لنا لوحدها كده هدف ليه ندرس سفر الرؤيا، لأن احنا خدنا الطوبة والمباركة والغبطة. طوبة للذي يقرأ، للذي يقرأ، طوبة للذين يسمعون، طوبة للذين يحفظون ما هو مكتوب فيها. فالحقيقة انه في كمية تطويبات كتيرة جدا موجهة للناس اللي بتهتم بهذا السفر، وده سبب مهم جدا يخلينا نهتم بهذا السفر. قبل ما اختم في الخمس دقايق اللي فضلالي اديكم خط عريض للسفر عشان لما نخش في التفاصيل ما نغرقش ونحس ان احنا مش عارفين رايحين فين جايين منين. مهم جدا، وياريت لو حد بيكتب يكتب الملاحظات دي عشان واحنا بعد كده بندرس يبقى في عناوين الاصحاح الاولاني والثالث والرابع مثلا كذا، الخامس والسادس كذا، عشان نبقى عارفين التقسيمه ايه فما نتوهش من بعض واحنا بندرس. السفر هيتفتح في اول اصحاح برؤيه ليسوع المسيح، يبتدي يوصفه، يقول عامل ازاي، يقول ان انا يوحنا شفت الرؤيه دي لما كنت في جزيره بطمس، شفت ايه، شو بيقول، نظرت فرأيت شبه ابن انسان، ويبتدي يوصف فيه. فالاصحاح الاولاني بعد المقدمه يوصف المشهد الاولاني لسوره ابن الانسان او رب المجد يسوع. الاصحاح الثاني والثالث 7 رسائل لسبع كنائس، 1 2 هنعدهم كده 7، ونعد اسامي السبع كنائس والسبع والاساقفه بتوعهم والرسائل الموجهه لملائكه او اساقفه هذه الكنائس وللشعب هذه الكنائس، ونشوف ايه اللي يخصنا احنا من هذه كنائس السبعه.
ده الإصحاح الثاني والثالث. الإصحاح الرابع والخامس هتبقى رؤية للجالس على العرش وللخروف اللي خلص العالم كله. طبعا هنا مشهد للآب ومشهد للابن. طبعا هنشرح بالتفصيل شوية لاهوت عن علاقة الأب بالابن وازاي نشوفهم يعني منفصلين وغيره، هنتكلم عن ده بالتفصيل. لكن أربعة وخمسة، إصحاح أربعة وخمسة، منظر العرش والجالس على العرش. الإصحاحين السادس والسابع تبتدي حاجة اسمها الختوم. في سبع ختوم هيتفتحوا، ومع كل سفر هنطلع ختم هيتفتح هيطلع مشهد معين، منظر معين. أربعة منهم هيبقوا حصنة بألوان مختلفة، أبيض وأحمر واسود واخضر او بيل. دول السبع ختوم في اصحاحين ستة وسبعة. اصحاح تمانية تسعة عشرة وحداشر اللي بيسموهم الابواق السبعة. يبقى كان في سبع ختوم ستة وسبعة، في سبع ابواق من اول تمانية لحداشر. بعدين في اصحاح اتناشر تلاتاشر واربعتاشر نشوف مشهد للكنيسة في شكل امرأة حامل وهتولد. المشهد ده يمكن قرناه قبل كده كتير، لكن المشهد ده محتاج تفسير كتير. امرأة تلد وانها بتتمخض وانها بتلد ابنا، ده مشهد للكنيسة في الاضطهادات اللي بتعاني منها. فبنشوف الاصحاح ال12 و13 و14. من اول اصحاح 15 واصحاح 16 ثالث سبعة بقى، مش احنا شفنا سبع ختوم وسبع أبواق، تيجي بقى إيه؟ سبع جامات. هنشرح يعني إيه جامات ساعتها، لكن الإصحاحين 15 و 16 سبع جامات عاملين زي الشرية كده بتترمى أو بتلقى عشان خاطر يحصل السبع ضربات اللي هنشوفهم ونشرحهم لو ربنا إدانا العمر. بعد كده إحنا وصلنا لغاية إصحاح 16، في إصحاح كده في النص مقدمة، وبعدين 18 والجزء اللي بعده شوية 18 19 20 تقريبا بنتكلم بقى على الأيام الأخيرة ودينونة الشر اللي موجود في العالم، واللي بتقول عليها بابل الزانية والخطية وكل العبادات الوثنية والأفكار الملحدة وغيره اللي بنشوفها كل يوم النهاردة. وأخيرا المشهد الفينال زي ما بيقولوا أو الختام هيبقى في إصحاحين 21 22، ودول منظر السماء المفتوحة اللي ربنا بيوعدنا بيها ان احنا هنعيش فيها معاه ونقضي الأبدية معاه. والملاحظ في إصحاحين 21 و22 انه كتير من الآباء بيطبقوهم على الإصحاح الأول والثاني من سفر التكوين، وكأن أول إصحاحين في الكتاب المقدس وآخر إصحاحين في الكتاب المقدس يتحطوا على بعض عشان نشوف الحياة قبل السقوط لما الله خلق الإنسان على صورته ومثاله، والحياة بعد الأرض وفي السماء الجديدة في مع الحمل مع الخروف اللي خلصنا هتبقى عاملة إزاي وهي بدون خطية. دي تقريباً الخطوط العريضة لـ 22 إصحاح. لو ربنا ادانا العمر حاول نجري فيهم شوية عشان خاطر ما نخدش وقت كتير فيهم، لكن يعني دي تقريبا الخطوط العريضة. وكده تقريبا نبقى فهمنا الخلفية التاريخية والجغرافية والغرض من الرسالة والكاتب وتقريبا الصفات المميزة لي، وختمنا بالمحطات بتاعة السفر. وبنعمة ربنا المرة الجاية نبتدي مع بعض أول إصحاح. والمجد لله دائما أبدا أمين. اللي عنده